السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير ان شاء الله. ديما نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي، ويرفع علينا الله هذا الوباء يا رب العالمين. دائما البنات كنطلبوا الدعاء من الله يا ربي ترفعوا علينا ان شاء الله وترجع الايام كيف ما كانت، لانه صراحه كنديروا لي ماسك ما نقولش لكم، راه كدوز كنكملوا هاد الخرجات اللي عندنا من كون دايرين الماسك يعني في الجحيم. والله العظيم يعني كتحسي بضيق التنفس، ما كتولي تشدك الدوخه. تنتمنوا من الله انه يرفع لنا هذا الوباء. هنا في هاد البلاصه كنحيدوا لي ماسك، ولكن ضروري ضروري اننا كنديرهم في يعني في المجازن، ميم حتى في الشوارع راه كيف الشورى ضروري خصنا نديرهم، يعني اوبليجي خصك تكوني دايره غير مره كنحاولوا نتنفسوا شويه ونرجعوه. هنا هاد الناس، انا في المدينه ديال ديجون، بحال هاد البلاصه اللي فيها دابا انايا، فيها سميتها لا ريبوبليك. هاد البلاصه معروفه في ديجون، واحد المكان واسع كبير، تيجيو لي الناس يعني شي حاجه زوينه صراحه. هنا غادي ركبنا في البيس، وعاود ركبت في الترام، وعاود غنركب في الترام لانه كتهز من واحد لواحد، يعني ما تيعطلونا الصراحه، ولكن داز واحد الوقت صراحه زوين 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 بزاف. انا يعني مشيت عيانه واختي وبنتها، خليت ولادي عندها في الدار مع الزوج ديالي والزوج ديال اختي، يعني خليناهم، قلنا ما كيلاش نمشيو، لانه ملي كتبغي تمشي لشي مكازا كيخصك تكونسونطري مع المكازا. ديجا دينا بنت اختي ما نقولش لك رجع قلبت لنا راسنا، اختي كتخاف عليها بزاف، يعني راك عارفه الوقت شويه مزيره. وهنايا طلعنا في الترام دغيا، مشينا باش ان شاء الله نتلاقى معاكم في المجازات. البنات وصلنا لتوازون دور اللي في ديجون، المغازات فيها بزاف ديال المغازات، وفيها كارفور، يعني شي حوايج زوينين يعني بزاف المغازات. مي ما كانش عندنا الوقت لاننا حرق، خرجنا حتى الخمسة ونص عاد خرجنا من الدار، يعني ما كانش الوقت، يعني مشينا لجوج المغازات، ثلاثه المغازات. مي اللي غنسجل لكم هما جوج المغازات اللي واعرين اللي المفضلين عندي انا. منهم واحد المغازه اللي سميتها بارفوا، ما عرفش واش كاينه عندكم في بعض المدن، بعض الدول هنايا بحال المانيا وهولندا وبلجيكا، مي فرنسا حتى هي ما عرفش واش كاينه في بارتو، سما كازا سميتها بارفوا. ما نقولش لكم البنات على داكشي اللي فيها، تيحمق ليكسيسوارات السيكان، كلشي الماكن. انا ما صورتش الماكن ولكن راه كيحمق، تيحمق داكشي واعره البنات. انا كيف كتشوف هاد لي بوكل دوغاي ديالهم كاليتي وما تيبيضوش، هاد لا بارتي كامله لا كاليتي ديالها واعره. شوف هاد السلسله البنات اللي فيها ثلاثه ديال الطبقات او الاربعه، واعره. هادي كدير 32 اورو، ما كتبيضش، ومن هاد الستيل اللي ولا دابا خارج في الذهب نيت. عندهم السيكان كيف قلت لكم، وعندهم بحال هاد الاكسسوار البنات، هاد لي بغاتلي ديال اليدين. يعني بالنسبه للبنات اللي كيبغيو كوموندو باغ انترنيت، كنفضل انهم تمشيو تاخذوا من هادو، كيحمقوا تيحمقوا. وكل مره كيجيبوا موديلات، راه ديجا شفت عندهم داك النهار موديلات اخرين، ودابا تاني عندهم موديلات. انا بعدا فين ما تمشي تيعجبني ندخل لهاد المكازا واخا ما نشريش، المهم كيف تيقول لك اللي ما شريت نزه، نقدر شي نهار نشري عندهم تقدر تجي شي حاجه اخرى ما احسن داكشي اللي تنبغي. المهم هنا البنات قيست هاد البراسلي، شوف كيفاش تيجي، ولكن دوماج انا عندي البواني شويه عريضه، جاني مزير من الفوق، ولكن كيعطي واحد ستيل واعر في اليد. هنايا قيست مع هاد البغاسلي الاخر، حتى هو فن البنات، شوفوا كيفاش تيجي، يعني دار جوجات هكا ولا ثلاثه من هادوك الاخرين. انا اختي حتى هي كتقيس، ولكن في الاخير اختي خدات هذا اللي درت انا الثاني، فن تيحمق، تيدير 6 اورو. لا بالعكس، تيدير 7 اورو، يعني 6 اورو 99. هذا البنات تيدير حتى هو 9 اورو، يعني شي حاجه فنين. هاد اللي كولي تيديروا 12 اورو و99، يعني اثمنه واعرة، ولكن لا كاليتي البنات، لا كاليتي، لا كاليتي، شي حاجه طوب. ومن طبيعه الحال راه نتوما غتحافظوا عليهم، يعني الحاجه تستعمليها تكملي منها تحطها في واحد البلاصه البواطه هكا باش تبقى ديما اللون ديالها زوين ونقيه. المهم نخليكم مع الجوله والسيكان، واللي غيحمقوني غنشارك معكم بزاف الانواع السيكان اللي واعرين البنات. والاثمنه ديال، المهم غادي تشوفوا معايا الاثمنه ما بين كاينين ديال 22 اورو، كاين ديال بحال هادو 22 اورو، كاين واحد الساك اللي حمقني هذا البنات اللي فيه الالوان، غتشوفوا معايا هذا واعر، هذه بحال شكل بوشيط ولكن كيتعلق صويك هكا. هذه حتى هي يعني الوان صيفيه، الواحد اللي بغى ياخذ هذا الشيء للصيف، يعني شي حاجه زوينه كيف كتشوفوا. هذا 32 اورو الفوقاني،
والتحتاني تقريبا 39 شفنا، يمكن 39 اورو. هادو ديال لي بوشيت لي فولار، عندهم شي حاجه فنه دوك لي شال. المهم غنخليكم مع الفيديو البنات، راه موضح كل شيء، الالوان والاشكال والاثمنه حتى همايا. خليكم مع الفيديو. هنا البنات وصلنا للبريمارك، حتى هي السيكان فيها فنين. هذا البنات هيدير تقريبا 12 اورو، فيه هذا اللون وفيه واحد اللون اخر. كاين عندهم السيكان زوين صراحه، ما صورتش فيهم كاملين. صراحه فنين. هنايا الاكسسوارات ديالهم، ولكن تاعي بيضو البنات، يعني كديروا من المره الاولى صافي كيبداو بيضو. يعني انا البريمارك ما تعجبونيش الاكسسوار ديالها، كتحس بهم دغيا كيخسروا، يعني غتضيع فيهم فلوس واخا تشوفهم رخاص، ولكن دغيا كيضيعوا. هنا بالنسبه للريحه البنات فنين، عندهم جوج الالوان اللي جوج الريحات اللي وريتكم ريحتهم غزالين. هنا راه تنوريكم انني خديت شي حوايج اللي كانوا مسولدين، دايرينهم 50 سنتيم. هذوك هاد الكلوز تيدير 1 اورو، وواحد لو فاراجو حتى هو 1 اورو. يعني صراحه زويونين. خديت واحد لو جيل ديال الحجبان حتى هويا. شنو نشاركوا معكم، ما عمري ما شاركت معكم هاد الاشياء اللي عندي. وهنايا هاد الصاك حتى هو الاخر هزيتو عاوتاني حطيت الاخر. يعني ضروري كيعجبوني، كيعجبوني الساكن صراحه، هادو جاو زوينين البنات. وهنا البنات كيف كتشوفوا معايا، مشينا لبلاصه الحوايج، ما كاينش بصراحه لي شوميز ما عجبونيش، عجبوني هاد الجوجات. هادي كدير 13 اورو كيف كتشوف معايا، وهادي اللي غيب بحال هكايا فقط هما اللي زوينين. ومشينا للغيون ديال لي مونطو، يعني صراحه فنين دخلي لي مونطو زوينين. والالوان اللي مدخلين فيهم هاد العام هما هاد الغوز، ومن غير هاد الغي هذا راه كان داك العام راه ديجا خديت منهم انا. اللي دخل منهم هو قلت لكم لي غري، وداخل الباج هاد البلونك، هاد الباج هذا، وداخل الموطاف. صراحه حمقوني حمقوني بزاف بزاف، هاد فنين. اختي ديجا خداتو في الموطاغ، يعني عندها هاد اللون صراحه زوينين زوينين. حتى الاثمنه مناسبه وسخينين البنات، هكا يتلبس مع بول تحت ولا مع جين هكا، المهم كيتلبس كيجي لبسته زوينه. انا كيف كتشوف انا ديجا قيست الموطاغ. هذا اللي خدات اختي، انا خديت لون اخر غتشوفوا معايا في الاخير ان شاء الله. حتى عندي الموطاغ مي ما بغيتش ناخذ. هنايا لي بوط حتى ما، ولكن ما عجبتنيش لا فينيسيون ديالهم، كتحس بالكولا فيهم من الجناب فايت خدم منهم، لكن هادو ما عجبونيش لا فينيسيون ديالهم، جاتني عيانه. هنايا لي صندال البنات راه ناقصين منهم، بالنسبه اللي بغاو الصندال هكا ديال الصيف كاليتي ديالهم واعره. شو معايا ديجا خديت هذاك العام، كانت شي حاجه اللي بقى الان، يعني كتلبس شي حاجه فنه. دايرين لهم هنا كانت يدور 10 اورو ورجعهم بخمسة اورو. البيجامات البنات اللي بغى البيجامات حتى هما واعرين، جابوهم ديال مبرا فنين. نخلي على دوك البيجامات اللي مالفين ياخذوا ما زوينش، هادو فنين تيديروا 12 اورو تنظن. هنايا كيف كتشوفوا هاد البيجامات حتى هما هادو باردين البنات، تيديروا 13 اورو. هنايا هاد لي بالغين حتى هما ناقصين منهم، كانوا 6 اورو بقاو 3 اورو هكا. البنيتات اللي بغى يتفركس هكا الصيف، ماشي دابا في الحقيقه، يعني هكا الواحد علاش اللي ما ياخذش اي حاجه عجباتو يخزنها هكا الصيف، لانه بعض المرات كتقدروا تشري الثمن غالي هاد الشيء. هنا كيف كتشوف معايا، كاين هاد السيرفيطات البنات، البنيتات الصغار في هادو كيكونوا الفوق
في جهه اخرى غيكونوا السراول ديالهم. يعني كتبغي الا بغيتي تاخد على الفوقاني ديالك كتقدري تاخدي، انا كنت خديت لبنتي منهم وغتشوفهم معايا حتى هما في الاخير. كتقدر تلبس ميم هاد الفوقانيه مع جيب هكا ديال الجين، كتجيها زوينه وكيجيو انيقين واشكال فيهم واعرين البنات. المهم غتشوفهم معايا انا المشتريات اللي خديت غنشاركهم معكم في الاخير ان شاء الله. المهم خليكم مع الفيديو، راه في الحقيقه صدعتكم شويه بالهضره ما سكتش في هذا الفيديو، ولكن كنبغي نشرح لكم في الحقيقه كامل هذا الشيء. هنا هذه المنطه البنات كيف كتشوفوا هنا راه ناقصين منها هذه 50%، كانوا جوجات وندمت البنات اللي ما خديتهاش لانها ممكن حتى هي غتكون دازت ب 50% لان الاخرى خداتها اختي. هنا هذه المخدات كيف كتشوفوا كدار الوحده ب 4 اورو، يعني 4 اورو الغشا واحد زوينين. وهنا بعض الاكسسوارات. كنتمنى ان الفيديو البنات يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتكون دوزت معايا واحد الوقيته اللي زوينه زوينه، ونخليكم ان شاء الله غتشوفوا معايا اللقطات وندوزوا للمشتريات اللي شريت للافاده البنات فقط، يعني بالنسبه للاثمنه ديالهم فقط، يعني ماشي على قبل شي حاجه ان شاء الله. خليكم معايا للاخير. وهنا البنات دوما المشتريات اللي خديت كيف قلت لكم، يعني نوريهم لكم بسرعه، يعني ماشي شي حاجه كثيره. منهم هذه البيجامه، هذه الحقيقه ماشي انا اللي خديتها، خداتها لي اختي، خداتها لولدي. كيف كتشوفوا هذه كدير 8 اورو البنات، لا كاليتي ديالهم فنه وسخانين، شي حاجه كاليتي فنه. انا حيت كنجرب هذه البيجامات ما كناخذ سخانين بزاف، هذا تيجيوني زوينين بالنسبه للوليدات. كيف كتشوفوا بسروالها كدير 8 اورو، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هما هاد السيرفيطات البنات ديال البنيتات الصغار فنين كيف كتشوفوا معايا، شي حاجه واعره. هذه كتباع كل حاجه بوحديتها كيف كتشوفوا. الفوقاني كيدير 5 اورو، والسروال ديالها غنبقى نوري لكم بالضبط، شوفوا الشكل لا كاليتي ديال السروال، غنوريكم الفرق. هنايا كيف كتشوفوا هذا هو السروال ديالها، شوفوا لا كاليتي ديال سخون السروال من الداخل كيجي سخون هكا رطيب وسخون. بنات تيدير 4 اورو كيف كتشوفوا، 4 اورو يعني الثمن ديالهم صراحه زوين ومناسب كيف كتشوفوا معايا. وخديت ليها هذا الشكل الاخر ثاني، هذا اللون هذا، شوف كيفاش جا. الفوقاني تيكون هكايا الثوب ديالو خفيف، ولكن السروال تيكون نفس الكاليتي اللي قلت لكم، سخينين هكا في البرد هكا يا زوينين، حتى هو 4 اورو. والفوقاني كذلك 5 اورو، يعني لا كاليتي ديالهم انا حيت جربتها لا كاليتي ديال السيرفيطات ديال بريمارك فنين، وحتى الالوان ما شاء الله كيف كتشوفوا معايا راه شي حاجه اللي غزاله. شوف هذه كيفاش دايره، وهذه حتى هي كيفاش دايره، خديت لها هادو جوجات. وهنايا البنات هذه كنت خديتها لها من اوركسترا كيف كتشوفوا، حتى هي راه يلا خديتها ماشي بزاف، ما كانش يصحاب لي غنلقى حيت انا مشيت داك النهار وما لقيتش، قلت يمكن ما غيكونوش. شوف شحال خديته ب 6 اورو و50، يعني كاينين شي حوايج اللي كيف قلت لكم تقدروا تشريهم، بحال انا السيرفيطات في الحقيقه كناخذهم من بريمارك ما كناخذهمش اوركسترا، حيت مره كيتحبوا ديال اوركسترا ما عرفش علاش. بهذا باقي بان ليا زوين في الحقيقه، لا كانتي حتى هو ديالو زوينه، مي شويه الثمن زايده على 4 اورو ب 6 اورو ونص، راه كاين واحد الفرق كبير. المهم هذا بالنسبه لبنتي. بالنسبه ليا انا خديت هاد جوج مونطوات كيف كتشوفوا، هاد الستيل هذا اللي خارج دابايا كيجي هكا، ما عندوش داك الحزام، ما عنده والو، يعني كيجي هكا الستيل ديالو، راه لبستو يعني راه وريت لكم اللبوس في اللون الموطاخ كيف كتشوفوا، يعني كيجي واعر، ما عرفتش واش باين لكم مزيان في الحقيقه ولا لا. نحاول نزيد شويه الكاميرا هنايا كيف كتشوفوا، هذا هو الستيل ديالو، كيجي هكا الكول ديالو هكا مديرين، يعني محلول كله هكا. هذا الشيء البنات 30 اورو باش خديته، وعندي جيوب كاين فيه هذا اللون، وكاين فيه الموطاخ، وكاين فيه البلونكاسي. انا في الحقيقه عجبني الكري كيتلبس مع كل شيء حتى هوايا كيف كتشوفوا. وخديت هذا الكابيش هادي حتى هي عجباتني، حيت داك العام كنت بغيتو نساها ما لقيتش لي باي كيف كتشوفوا. هادي كتجي هكايا فوق الركبه غير شويه بالقب ديالها، وخفيفه بحال البنات بحال لابسه ريشه ريشه هكا، عندها الجيوبه ديالها بحال هكايا، وعندها القب. المهم هادشي اللي خديت البنات. هذه حتى هي كيف قلت لكم الثمن ديالها خديت 32 اورو البنات، 23 اورو.
فقط هادشي اللي خديت انا من بري مارك هاد المره. المهم المنطوات اللي مهمين، وخديت لبنتي السيرفيطات. صراحه شي حاجه زوينه في الحقيقه، اللي هكايا تحتاجيها وكتكون تستيل ديالها زوين. هنايا كيف كتشوفوا المنطو، يعني صراحه شي حاجه زوينه. كنتمنى البنات انكم دوزتوا معايا وقيته زوينه وخريجه زوينه، واخا مزروبه شويه. وبعض المشتريات كيفشوا معايا، نتمنى انكم تكونوا استفدتم. فقط يعني انا كيف قلت لكم للاستفاده فقط. كنشكركم كاملين على المتابعه ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.